نبدأ بقى نتكلم عن كأس العالم للأندية وأوكلاند سيتي. من وجهة نظركم هل يستطيع النادي الأهلي أن يفوز على أوكلاند سيتي؟ طبعا ان شاء الله كابتن اسلام. وطبعا ده مش اول مره احنا لعبهم، احنا لعبناهم في 2005 اكيد طبعا فريق مختلف، بس عايزين نقول ان الفرق 2006 فرق اوكيانوسيا دايما بيحافظوا على لعيبتهم سنين طويله، يعني ما بقاش عندهم تدرج كتير او تغيير كتير. حتى النهارده ايميليانو تادي المهاجم الارجنتيني اعتقد بكره هيبقى على موعد مع رقم قياسي لما يتساوى مع وائل جمعه وابو تريكا وحسام عاشور في عدد المباريات اللي لعبها في المونديال. اعتقد بكره هيلعب المباراه رقم 11 له، طبعا رقم قياسي مهم للاعب اكيد طبعا لعب هم بيحبوه جدا، ولاعيب لعب معاهم 222 مباراه مع اوكلاند احرز خلالهم 147 هدف. رقم كبير، وخاصه ان الدوري 10 فرق كمان. صحيح، بس يا كابتن حتى كنا بنتكلم في الحلقه الماضيه ان المنافسه في اوكيانوسيا الدنيا لطيفه، يعني ما فيش ازمه. الدنيا حلوه. الدنيا حلوه قوي. حتى نبص حتى نهائي دوري الابطال بيلعبوا فريق اسمه فينس من تاهيتي بيكسبوه 3-0. في السيمي فاينل بيلعبوا فريق من كالدونيا الفرنسيه كسبوها 4-0. فالدنيا حلوه بعد خروج استراليا. خلي بالك الدنيا هديت شويه.